الـ3 دولار رايح على فين؟ هل فعلا لسه في سوق سودة؟ وازاي الحكومة كشفت تجار السلع المحتكرين بإجراءات غير مسبوقة؟ تعالوا نشوف التفاصيل والمفاجآت الكتير اللي معانا في الفيديو ده. بانكير نبض البنوك. خلونا معاكم في البداية مع الدولار اللي بيواجه مقاومة جديدة من الجنيه اللي بدأ يقف على رجليه تاني في سوق العملات الدولية. طبعا الدولار زي ما احنا عارفين كان طايح في الكل وأرهق الجنيه المصري بقفزات من صنع تجار العملة وأطراف تانية كلنا عارفينها، نفخوا في الأزمة لحد ما اتقطع نفسهم لدرجة انهم اترحموا على الجنيه وكفنوه، لكن ما كانوش يعرفوا اللي كان بيترتب في قصر الاتحادية ولا في غرف البنك المركزي ولا مفاوضات طويلة ما بين القاهرة وأبو ظبي لحد ما نزلت عليهم صاعقة رأس الحكمة واللي كانت البداية لنهاية أزمة الدولار والنهاية للسوق السوداء في نفس الوقت. اللي حصل بعدها ان الدولار انهار سعره في السوق السوداء وصل ل 47 جنيه مقابل 72 جنيه اعلى سعر وصل له، وبعدها بدات الصفقات والاستثمارات والمليارات تهل على مصر من صندوق النقد الدولي واوروبا والبنك الدولي ومن الصفقات الجديده المنتظره زي مشروع الصين العملاق والمنطقه الصناعيه التركيه بخلاف حصيله برنامج الطروحات الحكوميه. مش كده وبس، كل الاخبار اللي جايه بتقول ان مصر هتستقبل بشكل مستمر مليارات الدولارات بعد التعافي الاقتصادي وخطط التنميه ومستهدفات توفير العمله. طب ايه المفاجاه في السوق السوداء للدولار؟ هو عامه مفيش مفاجآت كتير لان خلاص مفيش حاجه اسمها سوق سوداء، لكن اللي بيحصل ان في اشباح عاملين ابلكيشنز بيروجوا سعر الدولار في السوق السوداء وبيزودوا على سعر البنوك على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن حقيقه مفيش تداول اصلا وتغيير اسعار الدولار في البنوك حسب العرض والطلب، ده خير دليل ان الدولار بقى حر. وبالتالي الحكومة بتتحكمش في سعره، وبخصوص الذهب فده حكايته حكاية لأن اللي بيحصل في سوق الأصفر دلوقتي رغم صدمته لكن كان متوقع وسبق وقلنا عليه هنا في بنكير، قلنا بالنص في توقعات لمؤسسات مالية دولية في سوق الذهب بتقول هيحصل طفرات في سعره عالميا وأن السعر هيوصل 3000 دولار للأونصة، وده معناه أن الذهب هيولع في العالم وطبعا مصر زي أي دولة في العالم والأسعار الدولية هتأثر في السوق المحلي. دلوقتي الذهب عدى سعر 2330 دولار بعد ما كان 1700 دولار، ومعنى كده للأسف ان سعر الذهب عيار 24 ممكن يوصل 7000 جنيه، وعشان كده كل خبرة الذهب ينصحوا بسرعة الشراء دلوقتي النهاردة قبل بكرة. واخيرا وصلنا معاكم لتحركات الحكومه الاخيره لكشف تجار السلع والمحتكرين والجشعين والطماعين، وصدم مدبولي التجار وكشف عن تطبيقات الكترونيه هتكون متاحه قريب لكل المصريين اسمه رادار الاسعار، الهدف منه مراقبه الاسواق. ابلكيشن مدبولي هيوفر للمواطن خدمه واللي هيقدر يبعت شكوته والمكان اللي اشترى منه ونوع السلعه والرقم المدون على السلع والفارق ما بين السعر المعلن وما بين سعر التجار. انا اشرقت اشرف والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.